الطريق هي الحياه، ما كانت القرى ما كاين والو. اسمي ديالي طالب احمد، دوار مشرك جامعه تيسين سندان. القصه ديالك كنا حنا خدامين في فلاحه، فلاحه كنخدم فيه ما كاينش، كنخدم في البني، خدمت فيه واحد 15 عام. ديك الساعه الخدمه بعيده وكتضرب داك الطريق بالبيكالا البيس وبعيده وما كتعذب. ملي فكرت مع راسي قلت خصني ندير المحل ديال البيع والشراء. صافي المهم بنيت هذا المحل قديتو. ملي بديت المهم جاتني صعيبه شويه، ديك الساعات ما مصوبهش الطريق، الساعه ما كتطلع السلعه عندنا. المهم كي نقول لك الكنا كيجي ما كيلقاش عندك المسائل موجودين. إيه كنا كنمشيو حتى ولا دائما فين كنجيبو السلعه فين كنتقضاو، يا السكرات هاي الزيت الدقيق، وكنقلبو على ترانسبور. الا كاع جابك شي واحد كيتعذب حتى في الطريق، هو كيجيب لك الثمن وما زال ما بقى قال لك ما بقاش كاع انا مازال نرجع. هذا الطريق ما مصوباش ما كداش، داكشي اللي عدي في هذيك السلعه راه بغيت يدي عليك ترانسبور. دروك ملي الطريق مقاداش راه كلشي موفر، كلشي موجود، كيجي عندك حتى المحل، كتجي السلعة ديال الحليب البوطا المناضة كلشي كيطلع، السيما الحديد الكتوبة ديال الدراري كلشي أي حاجة كنجيبوها. كيجيو الدراري كيتقداو عندك ديال اللعاب، كتشوف فيهم فرحانين حتى أنت كتكون فرحان. الطريق الحمد لله سهلت علينا الحياة، المهنة دوار تقدم حتى الخدمة. دروك راه موجودة الخدمة، خدامين الناس تقريبا كولوميتر، الناس خدامين في لوزين ديال السيما، كاين اللي كيمشي على رجلي، كاين اللي كيمشي في البيكالا، كاين اللي يمشي بالمدور. الدوار الحمد لله راه متقدم، 10 سنين راه يقدر يولي فيلاج. بحال الدليل عندك، انا اللي بديته وكبرته بحال ولدي، وكنتمنى مازال يزيد لقدام. كرهت كاع تكون ندير كاع شي سوبر مارشي كاع في الدوار، كون نيت سوبر مارشي بجامجات نسميه بالدوار.